لن تصدق، الزمالك يعلن تفاصيل لأول مرة عن فرجاني ساسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معايا في فيديو جديد. لو الفيديو عجبكم ياريت تدعموني بلايك وشير وتفعلوا جرس التنبيهات وتشتركوا في القناة للي ما اشتركش قبل كده حتى يأتيكم مني كل جديد. ويلا بينا على التفاصيل. كشف طارق حشيش المستشار المالي لنادي الزمالك بأن عقد فرجاني ساسي قيمته بتساوي أكتر من ضعف أعلى عقد في الأندية الأخرى. وقال المستشار المالي للزمالك في تصريحاته لقناة أون تايم سبورت 2 الفضائية: لا نرغب في ربط مسألة القمصان الموقع من جانب اللاعبين بتجديد عقد لاعب بعينه، فهذا الأمر مطروح في العديد من الأندية الأوروبية، والأمر لا يرتبط بفرجاني فقط لكن لجميع اللاعبين، فنحن نمتلك بن شرقي وشيكابالا والنجوم عديدين. وتابع وقال: رغبة التجديد لفرجاني ساسي مشتركة بين اللاعب والنادي، والعائق الوحيد هو المقابل المادي، فوجود لاعب كبير مثل فرجاني وقيمته وقيمة عقده أمر كبير بعض الشيء وفقا لظروف نادي الزمالك، وهدفنا هو أن نصل إلى قيمة تعاقدية تناسب قدرات النادي وقيمة اللاعب. أيوة يعني اللاعب كويس جدا ويستاهل كتير، بس قدرات النادي المادية محدودة، فلازم نمشي تبع إيه؟ تبع ظروف النادي. وأضاف فرجاني ساسي: عقده أكتر من ضعف قيمة وأضاف فرجاني ساسي عقده أكتر من ضعف قيمة أكبر لاعب في مصر، فتعاقد الزمالك مع فرجاني ساسي له ملابسات الجميع يعرفها، وفوجئنا بأن الزمالك هو من يدفع قيمة عقده بالكامل. أبكوا ياريت تدعموني بلايك وشير وتفعلوا جرس التنبيهات وتشتركوا في القناة للي مشتركتش قبل كده حتى يأتيكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.